مكتوبا عن المدير العام للدفاع المدني الفريق الركن طلال الكوفحي، راعى اللواء ناصر أبو بقر نائب المدير العام احتفال المديرية العامة للدفاع المدني بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية، وبحضور كبار ضباط الدفاع المدني وعدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات المعنية، حيث جاء شعار هذا العام تحت عنوان الحماية المدنية والثقافة الوقائية لبناء مجتمع آمن. وتطلق المنظمة الدولية للحماية المدنية في كل عام شعارا معينا يستهدف أحد مجالات الحماية المدنية، بحيث تقوم أجهزة الدفاع المدني في العالم بتبني مفهوم الشعار والتأكيد عليه من خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة خلال العام. وعلى هامش الاحتفال قدمت مجموعة من أوراق العمل في مجالات الصحة والهلال الأحمر الأردني والإعلام، ناقشت دور الثقافة الوقائية في بناء مجتمع آمن، إيمانا بأهمية الثقافة الوقائية وما تلعبه من دور رئيس في إثراء المجتمعات بالمعلومات الوقائية التي تضمن الحد من وقوع الحوادث وآثارها السلبية على الأرواح والممتلكات. كيف نخلق مجتمع آمن بتعاون مؤسسات المجتمع المدني وكافة أطياف المجتمع الأردني أيضا لخلق هذا المجتمع الآمن؟ تحدثنا عن أهمية التثقيف الصحي في وزارة الصحة وفي نشر المعلومات الصحية وزيادة التوعية للمواطنين، وكلها بهدف تغيير السلوكيات الصحية الغير مرغوبة إلى سلوكيات صحية سليمة. ونحن كدفاع مدني بكل فخر واعتزاز إن كانت المنظمة الدولية أطلقت هذا الشعار هذا العام، فنحن وبحمد الله ومن منطلق ريادي في جهاز الدفاع المدني منذ عشرات السنوات ونحن نجسد هذا الشعار على أرض الواقع. يشار إلى أن الدفاع المدني الأردني يشارك العالم في الأول من آذار من كل عام احتفالاته باليوم العالمي للحماية المدنية، وتحت شعارات يتم إطلاقها من قبل المنظمة الدولية للحماية المدنية، وبما ينسجم مع الأهداف الإنسانية للمنظمة وأجهزة الدفاع المدني في الدول الأعضاء.